أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول يسأل عن التلبية الجماعية بمكبر الصوت أثناء صلاة عيد الأضحى، هل لذلك أصل؟ الأصل في التلبية والأذكار أنها لا تكون بصوت واحد يرفعه أحدهم ثم يسمعه، وإنما كل يلبي أو يكبر من نفسه بما أمر الناس صلى الله عليه وسلم في التلبية، أن يلبي واحد ثم ينساق خلفه جماعة يلبون مثل تلبيته، وإنما لبه واختلفت تلبية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يوجههم عليه أفضل الصلاة والسلام بما يخالف ذلك. كذلك في تكبير العيدين لا يكون بما يفعله بعض الناس، يكبر واحد ثم يرفع الناس بصوت التكبير بصوت واحد.